قصة جبريل مات هي قصة رائعة رواها الشيخ أحمد ديدات رحمه الله في إحدى محاضراته. وقبل أن نتعرف سويا على تفاصيل القصة، أتمنى منكم يا إخوان الكرام أن تدعموا هذه السلسلة الرمضانية التي ستكون كل يوم إن شاء الله طيلة شهر رمضان. هذا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. هيا لنبدأ. كان هناك قس نصراني يذهب لشيخ مسلم كل يوم ملحا عليه بأن يترك الإسلام ويتخذ النصرانية دينا جديدا له. كان دائما ما يردد هذه العبارات: إنك تهدر وقتك يا شيخ، تصلي 5 مرات في اليوم قياما وركوعا قياما وركوعا، وتصوم شهرا بأكمله، إنك مضيق الخناق على حياتك إذ أنك لا تقرب لحم الخنزير، والله ليس تواقا لكل ذلك. إن أردت الخلاص يا شيخ فكل ما عليك هو أن تؤمن أن الله أرسل ولده الوحيد إلى العالم ومات من أجل خطاياك، ولك الخلاص بعد ذلك. آمن أن الله قد نزل إلى الأرض ومات من أجل خطاياك، آمن بهذا وستدخل الجنة. كان هذا القس النصراني يذهب كل يوم إلى الشيخ المسلم يقول له نفس الكلام، وكان ملتزما بذلك حيث لم يغب يوما عنه. لم يستطع الشيخ المسلم التخلص منه بسهولة، وكان دائما ما يفكر في كيفية النجاة من هذه المعضلة. فكر الشيخ مرارا وتكرارا إلى أن هداه الله إلى فكرة رائعة، فنادى بكبير مساعديه وقال له: عندما يأتي القس النصراني إلينا غدا أمكث قليلا ثم تعال إلي وهمس في أذني. في اليوم التالي جاء النصراني كعادته وجلس وبدأ في سرد قصته اليومية محاولا تنصير الشيخ المسلم. وعندها جاء المساعد إلى الشيخ وهمس في أذنه كما قال له، فبدأ الشيخ في البكاء بكاء شديدا. فأراد القس النصراني أن يعرف ماذا يبكيه، فقال القس النصراني: ماذا حدث؟ يرد الشيخ المسلم: لا أريد التحدث الآن. يقول القس النصراني: اهدأ يا شيخ وأخبرنا ماذا حدث. الشيخ المسلم: لا أستطيع، فالأمر عظيم، لقد كان يمثل البكاء في الحقيقة. فقال القس النصراني: يا شيخ قل لنا ما هذا الأمر العظيم، لقد بدأت أعصابي بالتوتر. يقول الشيخ المسلم: لقد وصلتني أخبار محزنة أن الملاك جبريل قد مات. القس النصراني هنا ضحك بسخرية وقال: هل أنت أحمق؟ الملائكة لا تموت أيها الشيخ المسلم. فرد الشيخ: إذا كنت أنا أحمقا لأني قلت أن الملائكة تموت، فكيف بمن يقول بأن الله الذي خلق الملائكة قد مات؟ فبهت الذي كفر. وفي النهاية أصدقائي، أتمنى أن تكون هذه القصة قد نالت إعجابكم. أيضا لا تنسوا إعطاءنا آراءكم في التعليقات، وفي الغد إن شاء الله قصة جديدة. إلى اللقاء.